موهنجو دارو أو تل الموتى. مدينة موهنجو دارو تقع في وادي إندوس في باكستان، من أكثر الأماكن غموضاً على وجه الأرض. توجد المدينة تحت الصحراء ويبلغ عمرها حوالي 4600 عام. كل شيء يشير إلى أن سكانها اختفوا بين عشية وضحاها، وقد عثر على سلسلة من الجثث التي كانت تعانق بعضها بعضاً، ويبدو أن الكثير منها مصاب بالتسمم الإشعاعي. ماذا حدث في هذا المكان؟ علمياً لا أحد يعرف شيئاً بعد.